ازيك يا شباب؟ عامليني النهارده؟ ان شاء الله هنتكلم على حاجه خفيفه كده، ان شاء الله مش هتاخد مننا وقت. هي عباره عن الرسمه او العلاقه البيانيه ما بين الفاي ام او التغير في الفاي ام مع التغير في الاي ام اف. طيب انا ايه اللي بيربطني ما بين الاي ام اف وما بين الفاي ام؟ هي معادله خدناها في بدايه الفصل الثالث، ان انا عندي الاي ام اف بتساوي سالب ان دلتا فاي ام على دلتا ايه على دلتا تي. طيب ايه اللي بيحصل عندي في المساله؟ المفروض ان هو بيديني رسمه للفاي ام مثلا دي او دي، ويطلب مني رسمه للاي ام اف عندي. طيب ايه اللي بيحصل عندي؟ اول حاجه عندي ان هو بيديني الرسمه. طيب انا من الرسمه المفروض ابقى عارف ايه؟ المفروض ان انتوا كنتوا بتشوفوا الميل، ان انتوا تطلعوا تشوفوا الميل الدنيا ماشيه ازاي، بيزيد بيقل الكلام ده كله. بس انا المره دي هتكلم معاكم بطريقه تانية خالص، بعيد عن الميل، بعيد عن زياده نقصان الكلام ده كله. انا هتكلم معاكم على حاجه واحده، وهي بالزوايا. ازاي؟ هقول لكم مبدئيا كده. انا عندي ال اي ام اف بتساوي ايه؟ سالب ان دلتا فاي ام على دلتا ايه؟ على دلتا تي. هنمسك الدلتا فاي ام على دلتا تي ديت وهنقف عندها شويه. في الرياضه لما يجي يقول لك عندي دال سين على دال نون، كنا بنقول ان انا عندي تغير او تفاضل السين بالنسبه للزمن. فده نفس الفكره، انا عندي تغير الفاي ام بالنسبه للايه؟ بالنسبه للزمن. ده عندي في الرياضه بسميها ايه؟ بسميها تفاضل. يعني بمعنى صح، انا بفاضل التغير بتاع الفاي ام بس بالنسبه للايه؟ للزمن. طيب معنى صح، انا عندي الفاي ام بتساوي ايه؟ عشان الناس اللي علم علوم برضه ما يزهقوش مننا، الفاي ام بتاعتي بتساوي ايه؟ بتساوي بي في ايه، المفروض ان هي المفروض ساين الايه؟ ساين السيتا. وانا عارف ان السيتا هي عباره عن الايه؟ الاوميجا تي. فانا هنا كنت بفاضل الفاي ام بالنسبه للايه؟ للزمن. طبعا البي والاي ما فيهمش زمن، فانا اللي بيتغير عندي هي الايه؟ الزاويه. الزاويه اللي جوه الساين هي اللي بتتغير. فانا لما اجي فاضل هنفاضل الايه؟ الداله بتاعتي اللي هي الساين اللي موجوده هنا. طيب ده اللي انا هعمله، يعني مع صح هنجيب الايه؟ الفاي ام، هنشوف دالته هي عباره عن ايه. لقيتها ساين هفاضلها هتبقى كوزاين، لقيتها كوزاين هفاضلها هتبقى سالب ايه؟ سالب ساين. طيب تعال نشوف اللي انا قلته ده هنا في مساله، يعني نبدا بالمساله على طول. هنعمل ايه؟ انا عندي هنا الداله بتاعت الفاي ام عند الصفر بصفر، عند ال 90 بماكس، 180 صفر زائد 270 سالب الماكس والكلام ده كله. فالداله دي داله ساين ولا داله كوزاين ولا سالب ساين ولا سالب كوزاين؟ الداله دي زي ما انت قلت كده هي عباره عن ايه؟ داله ساين. فمن هنا ان انا عندي الفاي ام بتاعتي بتساوي الماكس بس ايه؟ ساين الايه؟ ساين السيتا. وان انا بالنسبه لي السيتا بتتغير، فانا لما اجي افاضل الفاي ام هفاضلها بالنسبه للايه؟ للسيتا اللي عندي دي. فالسيتا لما دي تتفاضل يبقى الاي ام اف عندي بتساوي ايه؟ بتساوي سالب المفروض الماكس، والساين دي هتبقى هنا ايه؟ هتبقى هنا كوزاين. يبقى انا بقى عندي ايه؟ سالب الماكس كوزاين الايه؟ السيتا دي اللي هي الاي ام اف. تعال نحطها على الرسم عندي. الماكس هينضرب في سالب الكوزاين. طيب كوزاين صفر عند البداية خالص كوزين صفر بكام؟ واحد. بس هنا بضرب في ايه؟ في سالب الماكس. يبقى انا عندي الاي ام اف تبعي في اللحظة اللي هي عند السيتا بصفر هتساوي الايه؟ السالب الايه؟ سالب الماكس. يبقى انا عندي هنا قيمة عظمى بس بالايه؟ بس بالسالب. عند ال 90 كوزين 90 بكام؟ بصفر. هتلاقي هنا الدنيا دي بصفر. عند ال 180 هتلاقي ان هنا بسالب واحد بس مضروبة في سالب الماكس، يديني الماكس بالايه؟ بالموجب. هتلاقي الايه؟ عند ال 180 هنا. وعند 270 برضه زي ما قلنا قبل كده هتلاقي الايه؟ 270 صفر. وعند 360 بالايه؟ بالسالب. هتلاقي الايه؟ الداله بتاعتي بقى من كده. معنى صح ان الداله بتاعتي عباره عن سالب ايه؟ سالب كوزاين من الاخر يعني. تمام؟ فانا هنا ديت معادله السالب كوزاين. طيب دي بالنسبه للمساله الاولى، اللي انا عندي هنا الداله بتاعتي ساين. طب تعالى نشوف مساله ثانيه عشان برضه ايه نوضح الفكره اكتر. انا عندي الداله ديت عند الصفر بكام؟ بواحد، او ماكس يعني بمعنى صح عند 90 بصفر. طب دي داله ايه؟ دي داله كوزاين. يبقى انا عندي هنا في الحاله الثانيه دي رقم واحد، رقم اتنين دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الفاي ام بيساوي ايه؟ بيساوي بي في ايه بس ايه المره دي، او ماكس يعني الماكس بتاعي بس في ايه؟ في كوزاين الايه؟ السيتا. تعال نجيب الاي ام اف. الاي ام اف بتاعتي هتساوي ايه؟ سالب الماكس في تفاضل دي، تفاضل الكوزاين عبارة عن ايه؟
سالب ايه؟ سالب ساين، هتلاقي السالب مع السالب اداها موجب، بقى ايه؟ بقى ساين ثيتا. يبقى انا عندي الاي ام اف بتساوي الماكس ساين الايه؟ الثيتا. تعالى بقى عند الساين ثيتا والزوايا بتاعتي، عند الصفر هيدينا ايه؟ ساين الصفر بايه؟ بصفر. 90 اللي هي هنا المفروض يديني ايه؟ بواحد في الماكس، يبقى الماكس عندي بس بالايه؟ بالموجب. عند ال 180 هتبقى بكام؟ بصفر. عند ال 270 بالنيجاتيف. عند الايه؟ 360 بصفر. هتلاقي الرسمه بتاعتي عامله ايه؟ عامله المنظر. يبقى انا كل اللي انا عملته حاجه بسيطه جدا، بفاضل الداله بتاعت الفاي ام على حسب. عندي الداله هنا ساين، لو سالب ساين هتلاقي الجزء اللي فوق ده نزل تحت واللي تحت ده طلع فوق، لو هنا ده كوزاين، لو اللي فوق نزل تحت واللي تحت طلع فوق هتبقى سالب كوزاين. كل اللي انا بعمله ان انا بفاضل. عندي التفاضل ساين تفاضلها بيبقى كوزاين، والكوزاين تفاضلها بيبقى نيجاتيف ايه او سالب ساين بمعنى اصح. تمام، ده كل اللي انا بعمله. مسألة عندي تتحل في 10 ثواني بالظبط. كل حكاية اللي انا هشوف الدالة افاضلها، ومنساش السالب بتاع قاعدة لينز اللي بره ده، والمسألة عندي تخلص ايه؟ بسرعة. لا هندور على ميل، ولا هنشوف الزيادة فين، يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت ولا اي حاجة. كل اللي انا هعمله ان انا هنعمل حتة تفاضل صغير مش صعب، تفاضل تاني ثانوي اخدتوه اكيد يعني، وهنرسم الدالة بتاعتي اللي هتطلع لي زي ما تكون. بس محدش بس ينسى اهم حاجة ايه؟ السالب اللي في القانون. بس كده.